واو دي شكلها خبطة جامدة. يحصل إيه لو بنت طيبة وبنت شقية بدلوا أماكنهم؟ الجو ده جميل. ده مثالي لركوب السكوتر. البط ده لطيف قوي. ودي إريكا بتحب رولر بليدنج بدل السكوتر، على عكس ماري هي مش بتهتم بالطبيعة. شاب لطيف. دي قصة تانية. البنات رايحين ناحية بعض، هيتخبطوا في بعض. لا، دي شكلها خبطة جامدة، ضربة قاضية. ويك اب كول. أنا فين؟ أنا ازاي دخلت هنا؟ دي أوضة غريبة. مضرب؟ إيه الدولاب الغريب ده؟ في مراية. لكن دي مش أنا. ساعدوني، إيه اللي بيحصل؟ هو إحنا بقينا الصبح فعلاً؟ أنا فين؟ إيه الجو اللي بالنباتات المقرف ده؟ هو أنا شعري غامق ليه؟ هي المراية دي بتقول الحقيقة؟ مش قادرة أصدق عينيا. هي دي أنا فعلاً؟ الأول أنا لازم أرجع البيت ولازم ألاقي نفسي. استني، ده جسمي. أنتِ ما عملتيش بيه أي حاجة مش كده؟ أنا عندي نفس السؤال. ده بسبب إننا اتخبطنا في بعض في الجنينة؟ أنا عندي فكرة. إحنا لازم نخبط في بعض تاني، وبعدين كل حاجة هتكون كويسة. استعدي، يلا بينا. أوتش، ده مش نافع. أكيد في حلول تانية. محتاجة أفكر. أنا مش عايزة شكلي يكون كده. إنتي فاكرة إن أنا اللي عايزة أبقى كده؟ طيب عاجبك ولا مش عاجبك؟ لكنك مضطرة تقضي شوية وقت في الجسم ده. يا ربي، انتي عملتي ايه في جسمك؟ انتي ليه بوظتي بشرتك بالتاتو؟ وطوق شعرك؟ مين بيلبس الحاجات دي اصلا؟ انا ممكن اقلعه، لكن هعمل ايه مع التاتو؟ اغطيه بالفاونديشن. انتي بتتكلمي جد؟ طيب ايوه كده احسن. هدومي اللي بحبها، وحشوني قوي. رغم ان ماري النهارده انتي هتلبسي الجيبة دي. لا، دي قصيرة جدا. طيب انا محتاجة بس اتعامل مع الشعر. ايه ديل الحصان الطفولي ده؟ انا هفكه واسرحه، وهعمل الشعر ويف خفيف. دلوقتي بقى جميل. أنا بس لازم أغير الهدوم. أنت متأكدة إن الحاجات دي كلها شكلها هيكون حلو عليا؟ طبعاً يا ماري، ده جسمي. أنا عملت إيه علشان أستحق ده؟ شكلك مدهش. دلوقتي يلا نروح لبيتك، جسمك محتاج إنه يلبس كمان. أنا حبيت أوضتي. أيوة، دي الأحلى. وأدي هدومي، اختاري. أنا مش هلبس ده ولا ده. ده مش مناسب خالص. لا، أنتي بترمي كل حاجة كده ليه؟ بصي، ده قميص هايل. أنتي بتهزري معايا؟ وشورت سادة كمان علشان يليق عليه. قوليلي إن ده مجرد حلم. نضارة؟ لا، مش محتاجينها. ده شكله محتاج شوية شغل. كده ممتاز. في حاجة ناقصة. دباسة، دي هتعمل بريسنج بشكل هايل. رائع. الشعر ممل جدا، يلا نزينه بالماركر. ممتاز. برضو الشفايف محتاجة لون، كده أحسن. وقت الفصل. مستر رايت بيبدأ الدرس. ماري بتحب تتعلم حاجات جديدة، لكن بالنسبة لإريكا التعليم حاجة مملة جدا، حتى في جسم شخص تاني. ماري عايزة تتعلم معلومات على قد ما تقدر. مستر رايت متفاجئ شوية. هي مالها؟ ده هيكون هايل.
أنا مش قادر أصدق ده ولا غلطة واحدة. واو! أنتي إزاي عرفتي كل ده؟ طول فترة دراسة إريكا دي أول إيه تحققها. أوكي، دلوقتي إحنا هنمتحن امتحان. أوه لا ماري، أنتي بتعملي إيه؟ أنا بكره المدرسة؟ ده مش أنتي خالص. ماري خليني أغش. أوه إيه ده؟ تغشي مني؟ أنا مشوشة شوية النهاردة. أخيراً وقت البريك، واضح جداً إن البنات مش مستريحين في أجسامهم الجديدة. أتمنى إن كل حاجة ترجع لطبيعتها. جاز ممكن نجرب تاني؟ لكن المرة دي المفروض إننا نخبط في بعض أجمل. هاوتش! طيب مفيش تغيير، ما عدا كدمة كبيرة على الجبهة. أوه ده مؤلم. هاي انتوا كويسين؟ هما بيتصرفوا بشكل غريب النهاردة. وقت الشوبينج، اختاري اي محل بتحبيه. مفيش حاجة احسن من الشوبينج المفاجئ. شكلهم فرحانين جدا، كده احسن. فيونكا حلوة ضد تشوكر مأساوي. طيب ده يرجع لهم هما الاتنين. ده وقت الميعاد الرومانسي، ارجع عندها خطيب. مسكينة ماري، يا ترى هتعمل ايه؟ واضح انه عايز يحضنها. لا مستحيل. هاي كفاية، جايز الأحسن اننا نتكلم عن الجو مش أكتر. مالك يا إرجا، فيكي ايه؟ افتكر ان انا لازم امشي. انا مش فاهم، هو انا ريحتي وحشة ولا حاجة؟ كده أحسن. حبيبتي استني، لكن خطيب ماري مهووس حقيقي. هو هادي وجنتل، مش هيأذي دبانة. الشباب الأقوياء بيتنمروا على أمثاله. ووبس، واضح إن إيولد في مشكلة. شاب مسكين، هو مش بينطق. والشباب الأقوياء دول عايزين منه إيه؟ طيب يا شباب أنا لازم أمشي. أنت رايح فين؟ هاي في إيه بيحصل هنا؟ أنت يا راجل هزر مع حد من حجمك، وانت كمان لازم تمشي بالمناسبة. ايه الست المدهشة دي؟ ماري استني. إيولد ليه ما تبصش بس على المحل ده؟ عندهم تخفيضات كتيرة، احنا جينا في الوقت المناسب. دلوقتي احنا هنعمل منك راجل. كده احسن، شكلك بقى قوي جدا. أنا كمان ما بقتش محرجة إن أنا أتشاف معاك. قارعة الطالع هي الشخص المثالي لطلب المساعدة. أجسامنا اتبدلت بالصدفة. أنا هي وهي أنا. إحنا عايزين نرجع زي ما كنا فعلا. استنوا دقيقة، الكرة السحرية هتقولنا على كل حاجة. طيب أنا فهمت دلوقتي، استني لحظة. فانتا ولا كوكاكولا؟ ولا فانتا؟ أنا عارفة هعمل إيه. اتفضلوا أهو، الجرعة دي هتنقذكم من ظروفكم. واو دي بتطلع دخان كمان، اشربوها بسرعة. مش قادرة استنى لحد ما تعمل أثرها. أهو لا إيه؟ ماري طلعلك حبوب شباب دلوقتي، وإنتي كمان. إنتي عملتي إيه يا ساحرة؟ ايه مفيش حاجه اعملها مع اللي حصل ده، انت مزيفه يا مدام. اكيد في سوء تفاهم هنا. استنوا ثانيه. بوم. هاي هي راحت فين؟ طب احنا هنعمل ايه في الحبوب دي؟ محل رسم تاتو مكان حلو جدا. اريكا بتشتغل هنا كفنانه رسم تاتو، لكن النهارده ماري هي الفنانه. اه ده مخيف جدا. وادي الزبون عايز تاتو بحجم ظهره كله، حاجة قديمة وترندي. ماري مش مصدقة نفسها، هي بتحب العلوم فزينت ظهر الزبون بالمعادلات. ايه ممكن يكون ترندي أكتر من كده؟ أفتكر إنه جاهز. فعلا ممكن أبص عليه؟ طبعا. ده مبتكر. ايه ده؟
طيب يا ترى هشرح لك ازاي؟ ده أجدى ترند في الدنيا. اه هو ده اللي انا محتاجه بالظبط. فيهو واضح ان انا فلتت منها. تايلر زودها معايا جدا. يلا نقرا مع بعض. ممكن؟ قصدك ايه بنقرا؟ انا عايز اقعد معاكي انتي. لا لا لا، في الاول لازم نقرا وبعدين يلا نتفق اتفاق. كل صفحه من الكتاب قصادها حد. طيب لو ده اللي انت عايزاه. اه ده اتفاق مثير للاهتمام فعلا. يلا كمل قرايه. الاول بوسه. اوكي لكن على الخد بس. اوبس رقبتي ابتدت توجعني. مفيش مشكله انا هجيب المخده. اتفضل. كل ده علشانك يا حبي. كمل بس قرايه. اتفضل شويه اكل وجرب دي. دي لذيذة. بالمناسبة أنا خلصت ورقة تانية. يلا بينا نكمل. ودلوقتي شوية كاكاو. ده حلو جدا. تايلور شكله مستمتع باللعبة. القراية حاجة هايلة. لكن إيولد لا استخدام تاني للكتب. طلعوا هايلين في التمرين. عنده مدربة شخصية ممتازة. اوه إيولد انت قوي جدا وراجل قوي. ده وقت ان ميري تتمرن هي كمان. واو ده شغل بجد. ايه رايك في اليوجا؟ ستريتشنج؟ تمرينات بطن؟ اوه اريكا قوية جدا. وادي مدربها. طيب اتفضلي جوانتي بتاعك. اوه دول علشاني؟ حلوين جدا. البسيهم ده وقت الشغل. فعلا؟ طيب يا ترى هعمل ايه؟ ايه اللي بعد كده؟ تمرين ضرب؟ كده ومرة تانية زي دي؟ اريكا ظريف جدا. كفاية هزار ده وقت الشغل. ايه اللي جرالك؟ انتي نسيتي بتلعبي ازاي؟ غالبا انا لازم امشي. اريكا انتي فين؟ هي مالها النهاردة؟ اوه كرسي مساج. ده وقت ان انا ارتاح شوية. اوه الجوانتيات بتاعتي. يا ترى كنتوا مستنيين صاحبتكم الحقيقية؟ انا هلبسكم للتمرين. هاي ممكن نتدرب؟ واو هاش انسة انتي بتعملي ايه؟ وميري وتايلر قرروا ان هما يخرجوا للتمشية. النهاردة يوم جميل صح؟ اوه انت بتعمل ايه؟ هو ده بيوجع؟ ما كنتش عارف انك حساسة كده. بصي انا ممكن اعمل ايه؟ لا يا تايلور كفاية انت هتقع. لو سمحت انزل. انت غريبة قوي النهاردة. وادي اريكا وإيولد. واضح انهم لقوا حاجة مشتركة ما بينهم. خلي بالك يا ميري انت بتوجعيني. ايه؟ انت راجل ولا لا؟ اهو لا يا ميري كفاية. اوكي مش مهم. ميري استني. اوه المجموعة كلها هنا. ليه ما ناخدش جولة في العربيات؟ اركبوا في دي. يلا بينا. واو ده هايل. احنا بنكسب بسرعة. هايل يلا اسرع هيحصلونا. اوف دول خبطوا بعض. انا حاسه بدوخه. ايه هو حصل ايه؟ واضح ان كل واحده رجعت لجسمها. وقت الوداع. اشوفك بعدين. يلا بينا يا ميري. في ايه مالك؟ ياكس ايه اللي انا لابسه ده؟ ازاي ماشيه وانا لابسه كده؟ اوه لا انا شكلي شبه باربي. ايوه انا لاحظت. واضح جدا ان فيكي حاجه غلط. ايه انت هتندم على اللي انت قلته ده. لازم تمسكيني الاول. عجبكم قصتنا عن البنت الطيبه والبنت الشقيه؟ يا ترى هتحبوا اي واحده فيهم تكون صديقتكم؟ قولنا في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش اي سيناريوهات ظريفه من ترون سلات.